في الرحله دي انا هروح شرق افريقيا ورواندا واوغندا وكينيا وفي الاخر تنزانيا. الميزانيه بتاعت الرحله دي 2000 دولار والمفروض ان انا الف البلاد دي كلها في شهر واحد يعني 30 يوم. لف البلاد لف البلاد سوق في العناد ما تخافش من المجهول. انا بحب السفر اللي بتقرب فيه من الناس اللي عايشه في البلد بتتعرف عليهم على حياتهم، ده عاده بيخليك تسافر بطرق ارخص واقرب لحياه الناس نفسها. يعني انا نفسي ناس كتيره تسافر زي ما انا بسافر، لان انا شايف الطريقه دي بتخلي الانسان اقرب للتاني. لف البلاد شرق افريقيا على الجزيره الوثائقيه.